أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات حلقتنا اليوم. الإصابة بحصى الكلى تعتبر مزعجة وتترافق مع أعراض مؤلمة، وبالأخص في حال انتقالها من الكلى إلى المسالك البولية. أسباب تكون حصوات الكلى وأحدث طرق علاجها والعوامل التي تساعد في الوقاية منها في لقائنا التالي مع ضيفنا من القاهرة. إلى هناك. أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور حمدي القباني، أستاذ المسالك البولية واستشاري المناظير والجراحة. أهلا وسهلا فيك دكتور حمدي. أهلا وسهلا بك. دكتور، حصوات الكلى من أكثر الحالات اللي بيصاب بها الكثير من الناس، أحياناً بيصابوا بها على فترات طويلة وأوقات بتكون مفاجئة وآلامها شديدة ومبرحة. خلينا نعرف في البداية إيش هي الأسباب اللي بتخلي في ناس دائماً عرضة لحصوات الكلى أكثر من غيرها. والله هو وجود حصوات كلى عند بعض الناس مرتبطة لإما بالعيلة، لإما بمناطق حارة، لإما نوعية أكل تحتوي على أملاح كتيرة بتسبب الحصوات، أو يكون ناس عندها أمراض خلقية في المسالك البولية، انسدادات مثلا أو عيوب، فبيحدث إن ترسبات للبول تعمل حصاوي، ممكن التهابات متكررة في المسالك البولية تعمل حصوات. طبعا يا دكتور، التهاب المسالك البولية اللي لم يعالج. بالطبع. اوكي، طيب دكتور، في بعض الحالات يقول لك انا جاتني حصى في الكلى فجأة، ما كان عندي شيء قبل كذا، ويصير معاه آلام شديدة جدا ومبرحة، ايش السبب في هذه الحالة؟ والله هو مش سبب، هو اللي بيحدث ان ناس بيجي لها حصاوي نتيجة قلنا العائلات او في مناطق حارة والى اخره، الاسباب اللي انا قلتها قبل كده، لكن بيتم اكتشافها بظروفها، اذا كان بيعمل أشعة عشان يشوف الكبد، يشوف الامعاء ولا حاجة، فبيكتشف ان هو عنده حصاوي. طبعا الحصاوي في الحالة دي طالما تم اكتشافها لابد انها تتشال، لأن وجود حصوة بدون ألم لها خطورتها أكتر من اللي بيبقى فيها ألم. يعني اللي بيكون فيها ألم هذه بيكون رحمة من الله بتبقى مكتشفها. رحمة على أنه يلجأ للعلاج. يقول لك لا مش عاملة له وجع فيسكت، لكن طول ما هي بتاكل الكلى بقى لغاية ما الكلى تبوظ. أيوه، طيب في حالة اكتشفنا وجود حصى في الكلى، إيش البروتوكول حق العلاج اللي بتتبعوه في هذه الحالة؟ والله برضك هنا بتعتمد على حجم الحصوة. نعم. وبتعتمد على تركيبها، مكوناتها. طبعا احنا بنقدر نعرف مكوناتها من خلال الاشعه، خصوصا الاشعه المقطعيه، لان وقت في درجات بنقدر نعرف اذا كانت دي من النوع الشفاف او النوع اللي هو يدوب بالادويه او لا يدوب بالادويه. نعم. وجود برضك الحصوه، هل هي موجود في حوض الكلى ولا في احد جيوب الكلى، ولا مالي الحوض الكلى وكل جيوب؟ نعم. او حصوه معاها حصوه حالب، حصوه مثانه، او حصوه يمين وحصوه شمال. كل دي لها بروتوكول معين من الشغل. لكن هنقول مثلا حصوه أقل من سنتي، 8 ملي 5 ملي في الكلى، دي تتشال بالأدوية. نعم. 8 ملي 10 ملي سنتي سنتي ونص ممكن تتشال بأجهزة تفتيت الحصوة، تفتيت خارجي. سنتي ونص، 2 سنتي، 2 سنتي ونص، 3 4 تتشال بالمنظار. يعني بيتم عمل شق بسيط ويدخل المنظار. طبعا سنتي في الظهر كده، بيخش المنظار بيشوف الحصوة، بيكسرها بيطلعها نص سنتي بنص سنتي. نعم. في كمان بروتوكولات دلوقتي اللي هي استخدم طريقتين، يعني مثلا لو حصوه 4 سنتي ومنتشر، ممكن قوي اعمل منظار اشيل منها جزء وانا ابعته لجهاز التفتيت يكسر، واللي فاضل اخش له منظار اشيلها تاني. ده بيسموها نظام الساندوتش. الحصوه بقى اللي هي معاها عيوب خلقيه اخرى زي مثلا دي في حوض الكلى. نعم. دي ممكن تتشال بجراحه وبرضك تتشال بالمنظار. بس هنا دايما اختيار المنظار او الجراحه بيعتمد دايما على حاجات كتير قوي. اول حاجه هو ان في اكسبرتيز، في دكتور يقدر يعمل كده. نعم. وعنده اجهزه تعمل كده. وفي مركز يتيح هذا. في بقى مراكز طبعا مش متاح فيها الكلام ده، على طول افتح جراحه. عشان كده دايما الواحد المريض لازم يلجا الى مكان متميز ويبص في النت ويعرف احسن ناس، احسن مكان، ويروح يعمل العمليه بتاعته. جميل. طيب دكتور، بشكل عام احنا كذا كل انسان معرض للحصى، حصوات الكلى. احنا كيف نحمي انفسنا ونقيها من الاصابه بحصوات الكلى؟ الوقايه منها اهم حاجه شرب الميه. انا بنصح بالميه على طول، والميه البيضاء بتاعت اللي هي الزجاجات المعدنيه دي او الميه الحنفيه. بعد كده نقول مثلا الالتهابات، لازم اعالج التهابات. طبعا الناس اللي عندها عيوب خلقيه لازم تتعالج قبل ما يجي لها حصاوي. الناس اللي هي عندها في العيله حصاوي موجود، يبقى انا اطلب منه كل 6 شهور
او على اضعف الايمان كل سنه يعمل اشعه عاديه او موجات صوتيه عشان لو في حصوه تظهر تبان على طول. بعض الاكلات بتسبب حصاوه، مثلا اللحوم بالذات الحمراء كثيره، او الفول المدمس، او البسطرمه والمخ والكلاوي واللانشون والكلام ده بتعمل حصاوه حامض البولي. في ناس بتاكل ايس كريم كتير ولبن وزبادي كتير قوي قوي، طبعا مش العادي، ممكن يجيبها حصاوه الكالسيوم. يعني شرب منتجات الالبان ممكن تكون سبب على اساس الكالسيوم يعني. طيب غير كذا يا دكتور، هل مثلا الناس اللي بتحب تاكل الاشياء المالحه بزياده؟ لا، الملح يعمل ضغط اللي هو لكن ما يسبب حصوات. اللي هو ملح الطعام ده عشان ما يبقاش فيه خلط، لكن املاح الحصاوي بتبقى الاكزالات اللي هي موجوده في الطماطم. طماطم والمشمش والمانجا والسبانخ. في املاح مثلا حامض البوليك اللي هي بتبقى بيسموها املاح النقرس. أيوة. دي تلاقيها مثلا موجوده في اللحوم الحمراء زي ما قلت انا، البط والوز والحمام واللحوم الحمراء يعني. ايوه، في ناس اتعودوا يا دكتور كده من نفسهم لما يشعر انه صار عنده شويه مشاكل او يحس مثلا انه في حرقان بسيط يروح يجيب فوار من الصيدليه وياخذه لحاله ويشربه وخلاص. والله ده يعني هو مؤقتا عشان يرتاح، لكن لازم ياخد راي طبيب برضه. لازم يرجع في النهايه. طبعا ما دام يعني هو يعني مثلا زي واحد جاله مغص في البيت يبلغ الصيدليه او لحد من قرايبه ولا دكتور التليفون يقول له خد مسكن. وبعد كده تعالى اشوفك. انما اخد مسكن واسكت، طب هو زي ما قلت قبل كده الحصاوي اللي هي بدون الم اكثر خطوره من الالم. من اللي بتجيب ممكن يجي له مره واحده الالم وخد المسكن ما عادش جاله، بس الحصوه موجوده او لما يتم تشخيصه. فطبعا بالوقت يحصل انسداد في حوض الكلى، واحنا بصراحه بشوفنا يعني كلاوي اتشالت وباظت نتيجه الاهمال ده. اهمال في علاج الحصوه. شفناها. طيب دكتور، اللي يصحى في يوم يعني فجاه يكتشف انه عنده الام رهيبه وبالتشخيص المبدئي يقول له عندك حصى، هذا كيف يتم التعامل معه؟ ما هو متحمل الالم. لا، في حاجه اسمها بين كلر اللي هو يعني اللي هي المسكنات القويه. خد بالك ازاي؟ منها مثلا زي المورفين مثلا وبتدين، يعني ده الاسماء العلميه. نعم. لكن في حاجات زيها برضك مصنعه وتبقى على طول متاحه، حقن في الوريد او حقن في العضل، لكن لا انصح اي حد عنده مغص كلو انه ياخد محاليل. لان المحاليل بتزود المغص اكتر. تزود المغص، تسبب مشاكل اكتر. نعم. اذا شرب الماء ثم شرب الماء طبعا. ثم شرب الماء هي هذه اهم نصيحه ذهبيه للحفاظ على الكلى وعلى المسالك البوليه وعلى صحه الانسان بشكل عام. انا بشكرك جزيل الشكر دكتور حمدي القباني، استاذ المسالك البوليه واستشاري المناظير والجراحه. شكرا جزيلا. شكرا.